السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دشن في العاصمة نواكشوط مقر المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الاسترقاق بولاية نواكشوط الجنوبية. وقال وزير العدل إبراهيم ولد الداه إن تدشين المحكمة يأتي بعد انتهاء الإطار القانوني لمحاربة الرق، والذي نص على إنشاء 3 محاكم مختصة في مجال الاسترقاق. قال رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام يوسف الحرمة إن الكتل والأحزاب السياسية المحاورة التقت الوزير الأمين العام للرئاسة في جلسة عمل، وإن كتلة الوفاق قدمت رؤيتها للحوار والوقت الذي ينبغي أن ينطلق فيه. جاءت تصريحات الحرمة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط لانتقال الرئاسة الدورية للكتلة من تمام إلى المستقبل جناح محمد والبربص. اختتمت في العاصمة نواكشوط نسخة مهرجان ليالي المدح، وعبر المشرفون على المهرجان عن سعيهم إلى مواصلة وتطوير النسخ القادمة في سبيل النهوض بالموروث الثقافي للبلاد. وقد استمر المهرجان 3 ليال، وشاركت في حفل ختامه عدد من الشخصيات المهتمة بالمجال الثقافي والأدبي في موريتانيا. ناقشت روضة الصيام في محاضراتها يوم أمس 19 من شهر رمضان المبارك موضوع البيوع وأنواعها، وقدم المحاضرة الفقيه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السابق أحمد وليني. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله، وطيب المنى.